أولا نحيي العائلة الإعلامية على كل المجهودات اللي تقوم بها لصالح الإعلام ولصالح المؤسسة الشرطية بصفة خاصة. بالنسبة للسؤال الأخير هذا اللي تكلم لي عليه المفتش الجهوي، أي محاربة الإرهاب، permettez-moi de dire que les forces de police sont intégrées dans les dispositifs de lutte qui sont sous le contrôle opérationnel des commandants de secteur. Et le secteur opérationnel reste la structure la plus appropriée pour assurer l'unicité du commandement et pour mutualiser les moyens humains et matériels de nature à pouvoir faire face à cette hydre qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de nationalité. مناسبة راكم تعرفوها، مناسبة ذات طابع اجتماعي. سي دون لو كادر تاع الشؤون الاجتماعية تاع مونتي في الشرطة. توزيع السكنات، توزيع الشهادات، شي إن شاء الله اون فا سيرفير واحد 1302 ولا تاع أوامر بالدفع. فيما يخص السكنات ذات صيغة أديال، اليوم راكم حضرتوا التوزيع تاع المفاتيح، حضرتوا كذلك التنازل على بعض السكنات الوظيفية إبارس حنا نعيطوا لها اللي متفرقة. كاين عدد موظفين استفادوا سواء متقاعدين أو راهم اون فونكسيون، استفادوا من هذه العملية. هذه مش خاصة إلا عنابة، وإنما تخص جميع القطر الجزائري فيما يخص التنازل على السكنات الوظيفية. طبعا أشرف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على توزيع هذه السكنات. اليوم بعدد 270 سكن كان جاهزة، الباقي 130 سكن. في غضون شهر أفريل بإذن الله كانت هناك تعليمات أعطيت بالتنسيق مع مصالح ولاية عنابة على أن يكون تسليمها إن شاء الله في غضون شهر أفريل لا أكثر. توزيع 270 سكن من أصل 400 سكن تساهمي لصالح فئة أعوان الأمن وإطارات الأمن الوطني تحت إشراف السيد اللواء عبد الغني هام اللي يقوم بزيارة اليوم لتوزيع المفاتيح الـ 270. بالنسبة لـ 130 ثاني راهي كي على قدم وساق في الأشغال، وستنتهي في 2016، يعني في جوان على أقصى تقدير في 2016 نزيدوا نوزعوا الـ 130 ونكونوا جملنا 400 سكن تاع مصالح الأمن الوطني. Il y a une parfaite coordination avec l'ensemble des services de sécurité qui sont en charge des missions de sécurité publique. Nous travaillons en étroite collaboration, que ce soit au niveau central, ou là, au niveau régional, ou là, au niveau local. Il n'y a aucun problème à soulever dans ce domaine. Benesba, la formation. La formation constitue l'axe d'effort principal de la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle occupe une place très importante dans les activités quotidiennes de l'institution. Benesba, la formation à l'étranger, comme vous venez de le préciser, nous déployons tous les efforts et nous consentons tous les sacrifices pour qu'il y ait une formation avec toutes les polices du monde, que ce soit dans le cadre de l'Interpol, que ce soit dans le cadre des organisations régionales, ou bien que ce soit dans le cadre de la coopération institutionnelle bilatérale. هذا عمل صحف تقوموا به انتم كصحفيين، ونشكركم يعني بدون استثناء اذا كانت صحافه مكتوبه مرئيه او ناطقه، لان راكم تقدمون خدمات جليله في محاصره حتى في بعض الحالات الجريمه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا كمصالح الامن ومصالح الشرطه، مصالح الامن الوطني على مستوى القطر الجزائري، على مستوى الجهوي، وعلى مستوى مدينه عنابه، احنا متفتحين يعني للتواصل واعطاء كل النشاطات. حتى في بعض المرات التعليمه انهم يخرجوا مع صحفيين مختلف الفئات تاعهم، يخرجوا حتى يعني يساهموا في العمليات الشرطيه اللي تقوم بها مصالح الشرطه. اولا انا جو سوي تري ساتيسفي دو دي ريزولتا كي سونت انريستري بار لي فورس دو بوليس امبلونتي سور لو تيريتوار دو ولايه دو عنابه et sur le territoire de la région est du pays.
بالنسبه لا كوفرتور سيكوريتير ال ديباس لي 80% بور لا ولايه دو عنابة شكرك ليها 83 اذا كان 85% بور لا ولايه دو عنابة اي لي ا ببري ا بلوس دو 80% بور لو تيريتوار ناسيونال il y a des plans de développement qui sont en cours de réalisation pour atteindre inchallah l'objectif escompté à savoir une couverture sécuritaire à 100% الشرطة ما تقدرش تكون عندها إن استراتيجية. الشرطة عندها إن بوليتيك دو لوت كونت لا كريميناليتي. باسكو لوسكون بارل دو استراتيجي، إل فودري انتيغري لي زوطر ديمونسيون، إل فودري انتيغري لا ديمونسيون بوليتيك، إل فودري انتيغري لا ديمونسيون إيكونوميك، إل فودري انتيغري لا ديمونسيون سوسيال، بور أتاندر أن أوبجيكتيف دوني. دونك حنا سكونو مونا، سي أون بوتيت استراتيجي، سي أن سيغمون دو سي استراتيجي. إي سو سيغمون aura pour vocable une politique de lutte contre la criminalité. Le vol des véhicules, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe. Les dispositifs sont en place pour faire face à cette forme de criminalité et pratiquement tous les vols de véhicules sont solutionnés à plus de 95%. Caméras de مراقبة على مستوى الولايات الكبرى. مست عدة ولايات كبرى بالخصوص ولاية عنابة. هذا البرنامج وتيرة الإنتاج وتيرة الإنجاز حاليا وصلت حوالي 70%. بصفة عامة كل قطاع اختصاص المستوى ولاية عنابة وكذلك اختصاص الدرك الوطني يعني الولاية ككل تكون مغطية بكاميرات مراقبة مش فقط تغطية يعني فيزياليزاسيون ديريكت فقط وإنما فيها دي كوش دانتيليجونس سيتادير فيها أنظمة ذكية اللي تخلي تسهل المهام العملياتية على مستوى قطاع عنابة. لا سيرتي ناسيونال إي أون تران دو سادابتي أفيك ليفوليسيون دو لا كريميناليتي إي أفيك ليفوليسيون دو لا بروف. لا بروف هذه إلا كان نديرو أون بوتيت ريتروسبكتيف dans le cadre de la police judiciaire, nous allons constater que Bdina Blave, le magistrat Gell, l'aveu n'est pas à la reine des preuves parce que cet aveu peut être extorqué par la violence. Nous sommes passés aux indices de participation, nous sommes passés aux indices de présence sur la scène de crime, nous sommes passés à la preuve matérielle et actuellement, nous travaillons avec la preuve scientifique, c'est-à-dire la preuve criminalistique. وكنسيب كيفاش نزيد ندعمها اكثر، ندعم هذه الشراكه بين الشرطي وبين الصحفي، ندعمها اكثر ونفتح كل الابواب باش تديو المعلومه من لا سورس. باسكو كي تدي المعلومه من لا سورس، إي نورا با دو سيبيوتاسيون، إي نورا با دو ديزانفورماسيون، دو لانفورماسيون. أنا شخصيا لا فيولونس نكرهها كما كانت لا ناتور تاعها. لا فيولونس فيزيك لا فيولونس فيربال هذا كل ماذا بيا نفيغور با دون لو لونغاج دي بوليسي ولكن في اثناء تأدية المهام الا كان شرطي لازمه يستعمل العنف راه يستعمل العنف دون لو كادر دو لا ليجيتيم ديفونس اي دون لو كادر دو لابليكاسيون دو لا لو عمرنا ما قلنا ما يكونش في عنف إذا كان الشرطي تقاس ولا إذا كان القانون الجزائري تقاس